بكلينيك اليوم مشاهدينا رح نتعرف على الجلوبال سمايل فاونديشن، جمعية طبية إنسانية بتضم مجموعة من الأطباء من اختصاصات مختلفة، بيقدموا خدماتهم مجانا للأشخاص اللي عندهم تشوهات خلقية بالفم. تفاصيل أكثر عن هالجمعية مع ضيوفنا، برحب بمؤسس ورئيس الجمعية دكتور أسامة حمدان، أهلا وسهلا فيك. وبرحب برئيس قسم جراحة التجميل بالأيوبي ميديكال سنتر دكتور غسان أبو سيتا، أهلا وسهلا فيكم. منهنيكم أولا على هالمبادرة. قبل ما نتعرف على سبب وجودكم بلبنان بدنا تعريف عن الجمعية إذا ممكن. Global Smile Foundation تأسست من كم سنة لحتى تقدم خدماتها للعالم المحتاجين في بلاد العالم on humanitarian basis. كل الخدمات بتتقدم ببلاش للمرضى. كل التيم ممبرز تاعولنا فولنتيرز، بوزيشنز عندهم بجامعات مختلفه بامريكا. التيم من 20 ل 30 واحد. بنقدم مالتي ديسبلينري كومبريهنسيف كير للاولاد اللي بيخلقوا ويز كرافت ليبس اند باليس، يعني مش بس العمليات، دنتال ورك، سبيتش ثيرابي، نيوتريشن، تشايلد سايكولوجي. لذلك وجود اطباء من مختلف المجالات الطبيه. أكيد. بيكون عددنا عندنا 5 جراحين، 4 أنستيزيولوجيست، 3 سبيتش ثيرابيست ونيوتريشنست وبيدياتريك انتنسيفست. التيم بينزل اكيب بيكون كامل ليقدم هالخدمات هذه خلال اسبوع. دكتور حمدان، حضرتك عايش في امريكا وكرست حياتك لمهنه الطب، من 26 سنه بتقوم بمهمات طبيه انسانيه، وهالشغف اللي عندك دفعك لتاسس هالجمعيه. مين بتساعده بالضبط؟ بس الاطفال اللي عندهم تشوهات خلقيه بالفم؟ اطفال والاشخاص الكبار، مثلا محلات مثل الايفري كوست بنشوف مرضى من ال 20 ل 60 سنه بيجوا لعنا وعندهم هالمشكلة هي، عايشين ومخبيين ببيوتهم، ما عندهم شغل، ما عندهم حياة، بدهم 3 إلى 4 من أفراد عائلتهم لحتى يهتموا فيهم. بجنوب أمريكا محلات مثل الأكوادور ما بقى فيه أشخاص كبار، مصدم يعني أهتم فيهم، بس في محلات مثل البرو بعد بيجي واحد عمره 50 أو 60 سنة بيمشي بالجبل 3 أيام 4 أيام لحتى يوصل على مستشفى لينعمل العملية. دكتور أبو سيتا، حسب خبرتك قد ايه هالحالة الشائعة بلبنان؟ قد ايه موجودة عنا؟ حسب إحصائيات وزارة الصحة معدل الإصابة بالشفة الأرنبية هي 1.2 بكل 1000 ولادة. فهذا كان لما طلع الرقم كان أكبر من ما إحنا كنا متوقعين. وبرأيك أحد الأسباب هو زواج الأقارب بالمجتمعات الشرقية بيزيد النسبة شوي. نعم، هالحالة بتخلق مع الشخص. نعم. نعم، في بعض المفاهيم الخاطئة حولها، مثلا معظم الناس بيعتبروا خاصة عنا بالدول الشرقية أنه المصاب بهالحالة ما عنده حلول، يعني لازم يتعلم كيف يتعايش مع حالته، هالشي صحيح؟ هذا المفاهيم الخاطئة هي اللي بتحبس المريض بعزلة اجتماعية واقتصادية وبتأثر على قدرته على الحياة الطبيعية. هاي مع وجود عناية متكاملة من جراحة التجميل للعناية بالنطق والعناية بالسمع والعناية النفسية ممكن يعيش حياة طبيعية وحياة منتجة. نعم دكتور حمدان، هالعمليات اللي بتقوموا فيها مش بس بتنعمل على الصغار للأطفال، بتنعمل كمان على كبر، صحيح هالشيء؟ أكيد. يعني حتى الكبار اللي نطروا فترة طويلة لسبب أو آخر عندهم أمل أنه تتحسن حالتهم. أكيد. أشي للفترة أنه لما نعمل عمليات على الناس الكبار حياتهم تتغير خلال بعد ساعة ساعة ونص من العملية، بتعطي وجه جديد وبسمة جديدة لهالمريض. جاني مريض أشي بالآيفري كوست، كنا بأبي جون سبتمبر الماضي، قال لي انعملت العملية من 2 سنين، ما كان عندي حياة، كنت عايش على الطريق، ما كان عندي بيت، ما كان عندي شغل. بعد عملية واحدة تجوزت وعندي شغل وعندي عندي عندي عمل وعندي، يعني تغيرت كل حياته من هالخطوة الوحدة. بلشنا نشوف صور لبعض الحالات هون بيفور اند افتر، بتصور هيدي؟ لا، هو اللي بس البيفور، هو البيفور. اوكي، هي بس لتعطينا فكرة انه عن الشفة الأرنبية اللي بتأثر اوقات على الشفة او على سقف الحلق كمان. على أي وظائف بتأثر هالحالة؟ على النطق، على الحكي، على الأكل المنيح،
كثير من الناس اللي عندهم مشاكل ما بيقدروا لما بياكلوا تأثر على التنفس بطريقة أو أخرى؟ بطريقة معينة. نعم. أكيد. هل حياتهم بخطر اللي عندهم هالحالة إذا ما تعالجت؟ حياتهم مش بخطر بس حياتهم غير منتجة وبيعانوا من العزلة الاجتماعية. نعم. هم وعائلاتهم. يعني مينلي بسبب ردة فعل المجتمع على شكلهم كخطوة أولى. social exclusion. وضروري نذكر للمشاهدين إنه هالحالة مش بس بتأثر على المصاب إنما على العائلة كلها كمان. أعطونا فكرة عن المعاناة اللي بيعيشوها المصابين وعائلتهم. المصاب كطفل بيعاني من التنمر، بيعاني من الإقصاء من قبل الآخرين كبار وصغار. إلا العيلة بتحس حالها معزولة عن مجتمعها. بعض المدارس بترفض إنه يدخل الطفل إذا ما كانت تعالجت حالته. نعم. على المدرسة. وإذا قبلوه هو ببطل يجي على المدرسة بس بسبب ردة فعل الآخرين والبولينج اللي بيتعرض. نعم. له. بالضبط. قضية تصحيح الشق اللي بيسقف الحل بتصحح مشكلة النطق، والنطق بيوحي انه الطفل عنده اعاقات ذهنيه، هو بس. نعم. مشكله نطق عاديه يعني، وبتتظبط. نعم. مع العمليه. يعني هي مشكله اتس فيزيكال بروبلم. اتس فيزيكال بروبلم ذات از كومبليتلي كوركتبل. اشرحوا لنا شوي شو عم نشوفه بالصور. هيلين عندها الشف الارنبي وعندها كمان سقف الحلق مفتوح. بلشنا السنه الماضي اول مركز فور كومبريهنسيف كلافت كير بامريكا الجنوبيه. نعم. بيست اون هيوميتيريان بيسز. الكرينيوفيشال بيدياتريك دنتست تاعنا تريند ب ان واي يو، نزلت علمت اثنين من الاكوادوريان اورثودونتست كيف يعملوا بري سيرجيكال اورثوبيدكس. نعمل لها كل التايبنج لثلاث اشهر، وهذه. نعم. نجيت العمليه بعد ست اشهر وبعد سنه. هون عم نشوف اطفال كثير صغار بالعمر، هل في حد ادنى للعمر للخضوع لهالعمليه؟ عاده بنحب نعمل العمليه بعد مينيموم شهرين ونص للبرايمري كلافت ليب. البايلاترال كلافت ليب بنحب نعملها العمليه حوالي بين ثلاث اشهر والخمس اشهر لنقدر نعمل لهم البري سيرجيكال اورثوبيدكس. المريض هلا اللي عم نشوفه هذه السنه الماضيه بالسلفادور. نعم. والصورة الثانية اللي حنشوفها بعد عملية واحدة بتكفي دكتور حمدان؟ هاي العملية هاي بعد هذا البيشنت بعد سنة بتشوف كيف صحة الشفي كليا و I can barely see any scar. نعم. عملنا له الكلافت باليت من وراها. Another patient عملت الكلافت ليب كومبليت على جهة اليمين واجا بعد سنة. الصورة الثانية هذا هو بعد سنة وعملنا له الكلافت باليت من وراها. فتقدمت له هلا خدمات. نعم. الكلافت ليب والكلافت باليت كله humanitarian basis. من وراها بنعمل له شويه سبيتش ثيرابي ونيوتريشن الاشياء هاي وبيقدر يعيشوا حياه طبيعيه. ديفينتلي. اي متى اسستوا جمعيه جلوبال سمايل؟ جلوبال سمايل فاونديشن تاسست من خمس سنين. قبل كان عندي كمان مؤسسه ثانيه. نعم. والجروب من حاولنا انه ناسس الجلوبال سمايل فاونديشن لتقدم مش بس عمليات جراحيه، لتقدم الكومبريهنسيف كلافت كير اللي هذا. نعم. حيكون مستقبل الهيومانيتيريان ورك بالعالم. انه مش يعني بس في متابعه بعد العمليه. أكيد. مش بس اجراء العمليه. بدك تعملي البري سيرجيكال اورثوبيدكس قبل العمليه لتتاكدي انه الحنك موجود بالطريقه المعينه ومركب بالطريقه المعينه لحتى تحسن الكواليتي تاع السيرجري. النيوتريشن ذاتس امبورتنت، سبيتش ثيرابي اللي بدهم يشتغلوا، تشايلد سايكولوجي اللي بيشتغلوا والسوشيال وركرز اللي بيشتغلوا مع العائله. نعم. تعملي عمليه الشفي بعدين عمليه الحلق وورا سنه ورا سنه بترجع بتقدمي كل الخدمات هدول. نعم. لانه المرضى لحتى يطمن بالهم يعني انه ما حتعملي العمليه وتتركيهم لحالهم ما حدا. نعم. حيشوفهم. من تاسيسكم عم تقوموا بهالمهمات الانسانيه بدول عديده حول العالم، امريكا اللاتينيه بافريقيا وعدد دول غيرها. انتم بتسافروا كفريق؟ ديفينتلي بنسافر بين الفريق بين 17 ل 30 واحد. كنت بالاكوادور من ثلاث اسابيع كان التيم 30 واحد. يعني فريق طبي متكامل. اكيد. حتى اجهزتكم اوقات بتاخذوها معكم؟ بننزل حوالي 30 شنطه. واو. بس ميديكال ايكويبمنت سبلايز سوتشرز ميديكيشنز انتيباتكس وهي اللي عملناها حتى لما جينا لهون حتى كمان لحتى نخفف الكلفه على المستشفى والمؤسسات اللي بتساعدنا
مثل مؤسسة التالية والإنفو برو والبخازي ميديكال جروب اللي كانوا فورمالي الخوري هوسبيتال اللي بيقدموا مساعدتهم لإلنا لنقدر نسهل هالخدمات هدول البيشنتس بتخفف الكلفة عليهم كمان. هم عم نشوف صورة للفريق. هذا التيم فوق من الأكوادور والتيم اللي تحت من السلفادور. أنتوا هلا بمهمة جديدة على لبنان ولأول مرة بتكونوا موجودين كفريق، كم عملية قررتوا تعملوا خلال دكتور هالمشوار؟ دكتور ستة وأنا عملنا بتصور 21 أو 22 عملية من نهار التنين. وأملنا إنه يكون هذه ابتداء لتوعية لمنطقة الشرق الأوسط إنه في مؤهلات موجودة في هالبلد هيدا بإشراف دكتور أبو ستة والفريق الطبي تاعه بمساعدة الجلوبال سمايل فاونديشن اللي بتقدر تتقدم خدمات مجانية لهالمرضى هيدول اللي إنه اللي ما عندهم الطاقة إنه يتعاملوا بالمرض تاعهم مشان ما يضلوا محبوسين ببيوتهم وعيالهم عم بيهتموا فيهم معزولين من المجتمع. واحد من المرضى اللي سوري أقطعك، واحد من المرضى اللي عملنا له عملية عمره 15 سنة شاب كثير كثير حلو قال لي انا طلعت من المدرسه لانه السوشيال بريشر علي كان كثير، طلبت منه انه بعد ما نعمل عمليه والحمد لله العمليه نجحت منيح انه بدي كان شغلي وحده منه انه يوعدني انه حيرجع ويعيش حياته الطبيعيه ويدرس ويطلع انه انه كونستراكتيف ممبر اوف ذا سوسايتي يتغلب على ظروفه. نتامل يقدر يحقق هالشيء. دكتور ابو سيتا، شو اللي جذبكم لهالمشروع؟ احد المشاكل اللي بنعاني منها بمنطقتنا انه الشفه الارنبيه تعالج بتخصصات بطريقه غير متجانسه وغير متكامله. وتعالج من قبل اشخاص غير مهيئين لتقديم الخدمه فرديا وكمجموعات. فكان الاحساس انه بمستشفى الجامعه الامريكيه اللي بتوفر فيها كل التخصصات لهذا الفريق انه نجيب كل التخصصات لنخلق فريق مهيئ بس لهاي الخدمة ونعطي المرضى علاج متكامل بيراعي كل احتياجاتهم من ناحية التجميلية، من ناحية النطق والسمع، من ناحية الصحة النفسية، وندعمهم ندعم عائلاتهم بطريقة متجانسة. يعني فريق طبي متخصص لهالحالة. نعم. شو وضعنا بالنسبة للحالات اللي عنا بلبنان؟ قدين نسبة منهم اللي عم بيقدروا يخضعوا لها العملية لأكثر من سبب، وأهمهم الكلفة، بعرف إنها مكلفة كتير. كون لحظة ما صار فيه والإعلان لهاي الحملة ما كان كتير واسع، جانا على العيادة 34-35 مريض. هدول لحظة إعلان، لحظة إعلانها، وبعدها من بعد ما طلع الإعلان أكثر إجانا إحنا وعم نعمل عمليات مرضى تانية. كيف اخترتوا الحالات وسط هالعدد الكبير؟ يعني أكيد ما رح تقدروا تعملوا كل العمليات وتلبوا كل الطلبات. في بعض الحالات ما قدرنا نعملها لأنه يا المريض حسب كان بتصور؟ لا، والمريض كان مريض كان في يعني upper respiratory tract infection، أمراض أخرى، colds، فما كانوا قادرين يخوضوا البنج العام، وهدول حنلاحقهم احنا كالفريق ونكمل المسيرة معهم. نرجع نشوف كمان بعض الصور اللي عن جد هيك بيزرعوا الأمل بقلوبنا انه سبحان الله لما بيخلق هيك تشوهات. هذا البيشنت من راجستان اجى بعد بسنة، بعده لابس نفس السويتر اللي قدمنا له اياه هدية قبل بسنة. It's amazing لما بتشوفي هالمرضى هدول كيف حياتهم تتغير. كمان نفس الشيء long term follow up بعد سنة أو سنتين، مريضة من السلفادور، دانييلا كمان مريضة من غواياكيل. Actually كنت كنا بالأكوادور من كم جمعة، بتفوت ست مع ابنها المريض يلي عنده الشف الأرنبي ومشغول بالها كتير. بتشوف واحدة من البنات اللي كنا مهتمين فيهم من 21 سنة، بتشوف كيف انه صارت شكلها كتير حلو وطبيعي، وبلشت تبكي، بتبكي بكي فرح يعني لأنه حست انه صار في عندها انه مجال انه تطمن. ما في تصور قد ايه ام الولد اللي عنده هالحالة قد ايه بتتعذب كمان لما بتشوف ولادها هيك. هي انتم موجودين بلبنان مش بس لتعملوا هالعمليات، كمان بتعملوا محاضرات وتريننج وعم تشتغلوا على مشروع جديد اسمه سنتر اوف اكسلنس. اكيد امبارح دكتور ستة وانا ومع الجروب اللي جايين معنا من نيويورك وباستن قدمنا خمس محاضرات بالرفيق حريري سكول اوف نيرسينج
بالأيو بي عن الـ comprehensive cleft care as a team approach. لأنه the point is إنه how do you provide these services كفريق طبي متكامل. عم نحاول نأسس a center of excellence مش بس للبنان لكل منطقة الشرق الأوسط لأنه كل هال comprehensive care ناقص بالعالم العربي. عندك بس ببلد واحد بالعراق حوالي 700 مريض يلي صاروا خلقانين من 2004 عندهم هالحالة الشوف الأرنبي يعني بحاجة ماسة بمنطقتنا. هالمشروع رح يكون تحت جناح الأيو بي ميديكال سنتر؟ حيكون جزء من أحد مراكز التميز بالمستشفى الجامعة الأمريكية وحيكون كل فريق من تخصصات المختلفة بالجامعة. أي متى معقول يفتح بويبو؟ As soon as possible إن شاء الله يعني حنقدم البروبوزل للإدارة وخلال الفترة قصيرة إن شاء الله لأنه كل الطاقات موجودة كل اللي بدنا هو إنه the glue لحتى التيم هذا يتألف. نحن منهنيكم على العمل اللي عم تقوموا فيه بتستاهلوا كل التقدير وإن شاء الله بتقدروا تساعدوا أكبر عدد من المصابين بهالحالة. أهلا وسهلا فيكم. ممنوني. Thank you. وقفي مشاهدينا ومنتابعين.